بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هديه فسار على نهجه القويم وصراطه المستقيم الى يوم الدين اما بعد مشاهدي الكرام اهلا ومرحبا بكم في لقاء ايماني جديد نتابع فيه حديثنا عن امنا ام المؤمنين السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها التي اثنى عليها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها وبعد رحيلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل من ذكرها ومن الثناء عليها، وكان النبي صلى الله عليه واله واصحابه يكرم كل من اتصل بامنا خديجه بنوع صله. ذكرنا بلاءها واحسانها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا مؤازرتها للحبيب صلى الله عليه واله حتى في اواخر حياتها حين تامرت قريش وتحزبت على نبي الله صلى الله عليه واله واصحابه وعلى بني هاشم فحصروهم في شعب ابي طالب تركت امنا خديجه بيتها وعزها ومالها ودخلت مع زوجها الشعب راضيه حتى تشاركه في كل شيء ايمانا وتسليما ويقينا ورضا الله تبارك وتعالى يسلم عليها من فوق سبع سماوات وذكرنا ان جبريل نزل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا محمد ستاتيك الان خديجه باناء فيه ماء او لبن فإذا جاءتك فاقرئها من ربها ومن السلام وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب ولذلك ورد في الحديث ان الصحابه قالوا يا رسول الله ان امنا خديجه امنت قبل ان تفرض الفرائض او لحقت بربها قبل ان تفرض الفرائض توفيت قبل ان تفرض الصلاه قبل ان تفرض الزكاه قبل ان يفرض الصيام قبل ان يفرض الحج وما ادت شيئا من ذلك وانما كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في اوائل ايمانها ركعات على مله الخليل ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ساله ان خديجه ماتت قبل ان تفرض الفرائض فماذا لها قال لقد رايتها على نهر من انهار الجنه وقد بنى الله لها بيتا من قصب وان تتعجب هنا في الجنه بنى الله لها بيتا في حديث جبريل وبشرها ببيت في الجنه وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد بنى لها بيتا في الجنه اليس في الجنه قصور هذا بيت قالوا لماذا وصفه رب العالمين بانه بيت قالوا لان اول بيت مؤمن من هذه الامه هو بيت السيده خديجه والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا البيت ومعه امنا الزهراء وابناء النبي صلى الله عليه وسلم ولما تنزل قول رب العالمين تبارك وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا نشر النبي صلى الله عليه وسلم بردا له او رداء واخذ عليا وفاطمه والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لو نظرت الى هذا ستجد ان السيده فاطمه بنت السيده خديجه وان الحسن والحسين ابناء فاطمه وان عليا ربيب السيده خديجه اذا فهذا البيت الطاهر لم يخرج من بيت امنا خديجه وانما كل من فيه ينتسب اليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رب هذا البيت وهي ربه هذا البيت فكان الله تبارك وتعالى ينقل هذا البيت بجملته الى الجنه فكانه في الدنيا بيت من بيوت الجنه ولذلك جاء وعد رب العالمين تبارك وتعالى لامنا خديجه رضي الله عنها وارضاها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب وفي القصب قالوا اول بيت ذكر فيه رب العالمين تبارك وتعالى البيت الذي انجب لنا ابناء النبي البيت الذي اشاع منه نور على الدنيا كلها فلما كان بيتها هو البيت الاول جعل الله عز وجل لها بيتا في الجنه بشر جبريل به وتنزل جبريل من رب العالمين يقرئها السلام ويعطيها البشاره ويراها النبي صلى الله عليه وسلم على نهر من انهار الجنه في ظلال بيتها الذي وعدها رب العالمين تبارك وتعالى لتعلم ويعلم كل انسان ان قربك من رب العالمين على قدر اليقين بالله وعلى قدر استعدادك لان تضحي بكل شيء في سبيل الله فليس بكثره الصلاه وليس بكثره الصيام وليس بكثره القراءه ان قرات وليس بكثره العمل ان عملت وانما عمل قليل مع اخلاص لله ومع حياه في مرضاه الله ومع تسليم امر لله اكثر من عمل او افضل من عمل كثير تعده عدا فالذي يصلي ركعتين وهو ثابت القلب تام اليقين مستحضر لجلال الله كامل الخشعيه والخشوع في حضره الله افضل ممن من يصلي مائه ركعه وهو هائم يسرح بفكره هنا وهنا وهنا لذلك رب العالمين تبارك وتعالى يعطي امنا خديجه هذه المكانه الساميه اعطاها رب العالمين تبارك وتعالى انها اول امراه امنت بنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهي اول المؤمنين بالله تبارك وتعالى. اعطاها ربنا انها زوج النبي صلى الله عليه وسلم الوحيده من بين نسائه التي ما تزوج عليها غيرها حتى لحقت بربها. اعطاها رب العالمين تبارك وتعالى انها الحبيبه القريبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعطاها رب العالمين تبارك وتعالى انها التي رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها الابناء هذه امنا خديجه امنت وناصرت واعانت واسست هذا البيت وكانت جوار النبي صلى الله عليه وسلم وزير صدق كما ورد في الاثر وزير صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيرها فتشير عليه بالخير وإذا عاد النبي إليها وقد حُمل بهموم الدنيا ما إن يصل إلى بيته حتى تنسيه أمنا خديجة كل أحزان الدنيا ولذلك لم يكن عجيبا أن يسمى العام الذي لحقت فيه بربها عام الحزن لماذا؟ للحزن أيام وللفرح هل يصح أن أسمي هذا العام عام حزن أو هذا العام عام فرح هذا ما نعرفه ان شاء الله تعالى بعد الفاصل فابقوا معنا. اهلا ومرحبا بكم من جديد. ما كل شيء يفارقنا او نفارقه يستحق ان نحزن عليه. وانما الانسان سليم الفطره صحيح النظر لا يحزن الا على شيء لا يعوض ولا يفرح الا بشيء ذي قيمه. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرحل عمه ابو طالب وبعد ابي طالب بشهر وخمسه ايام كما ذكر اصحاب التاريخ والسير في المشهور عنهم ترحل امنا خديجه بعد ان تمرض ويطببها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرعاها ثلاثه ايام في مرضها او يزيد وترحل الى ربها راضيه مرضيه مرضيا عنها من رب العالمين تبارك وتعالى فإن هد ركن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحزن الحبيب صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، بلغ من حزنه عليها أن قال أصحاب التاريخ حزن النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا خديجة حزنا شديدا، وما دخل السرور على قلب النبي حتى تزوج بعائشة. السيدة خديجة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء أما إذا أراد أما واختا اذا اراد اختا وزوجا حنون راعي راعيه حافظه لبيته وبنتا اذا ارادها بنتا في حنوها وعطفها ورقتها وشفقتها عليه فلما لحقت برب العالمين تبارك وتعالى وهو يعلم انها في الجنه وانه صلى الله عليه وسلم سيلحق بها وانها من نسائه في الجنه غير ان فراقها للنبي صلى الله عليه وسلم اثر في قلبه حتى سمي العام الذي رحلت فيه عام الحزن، كان الحزن قد ملا كل الليالي والايام وكانه لم يعد في مكان او في زمان ما يفرح وما يسعد وما يدخل السرور على القلب كيف لا؟ وهي التي امنت ونصرت وآوت وانفقت وجاهدت وبذلت وساندت وانجبت له الابناء لو جئنا الى ابناء النبي صلى الله عليه وسلم من امنا خديجه سنجد ان امنا خديجه انجبت للنبي صلى الله عليه وسلم القاسم والطيب والطاهر ثلاثه من الذكور ومات الثلاثه ولم يبلغوا الفطام ثم أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم رقيه وأم كلثوم وزينب وفاطمه فأنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم القاسم الذي كان يكنى به يقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والطيب والطاهر وأنجبت من البنات من كبرت وبلغت وتزوجت فتزوجت السيده رقيه سيدنا عثمان ولما رحلت تزوج بعدها ام كلثوم وتزوجت السيده زينب ومشهوره في التاريخ بزينب الكبرى بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت ابو العاص بن الربيع، اما السيده فاطمه صغرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم سنا فقد تزوجها علي بن ابي طالب وانجبت ابناء النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وزينب وسنتعرض لها إن شاء الله إن كان في أعمارنا وأعماركم أسأل الله أن يطيل أعماركم في طاعته إن كان في العمر بقية نتعرض لها إن شاء الله لكن نجد هنا أن السيدة خديجة بنت خويلد أنجبت أبناء النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة تقول ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة وإني لم أدركها لو نظرت الى حياه النبي صلى الله عليه وسلم ستجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوج امراه على السيده خديجه حتى رحلت الى ربها ولم يتزوج السيده عائشه الا بعد ان رحلت السيده خديجه على الاقل بخمس سنوات ومع ذلك تجد امنا عائشه من حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ ان ملك عليها كل شيء تغار ان يشاركها احد في قلب رسول الله وان كانت زوجه الراحله والنبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر امنا خديجه ومن الثناء عليها تقول امنا عائشه فاخذتني الغيره يوما فقلت وهل كانت الا عجوزا ابدلك الله خيرا منها تقول فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غضب ظهر ذلك في وجهه قال والله ما ابدلني خيرا منها امنت بي اذ كفر الناس واعطتني اذ حرمني الناس وواستني بمالها وكان لي منها الولد دون غيرها من النساء امنت اذ كفر الناس وصدقت حين كذب الناس وأعطت حين منع الناس ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء هذا قبل أن ينجب سيدنا إبراهيم من ماريا القبطية ولكنك تجد هنا إقرار جميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وثناء على زوج راحلة وذكرى لعشيرة كانت معه من وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند من؟ عند المرأة التي يحبها، كما ورد في الحديث أن عمرو بن العاص رضوان الله عليه قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال يا رسول الله ما عن أهلك نسألك، إنما أسألك عن الرجال، قال أبوها ومع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أمنا خديجة ويثني عليها، هل كان هذا؟ هو الموقف الوحيد الذي يدلنا على عرفان الجميل والاقرار بالمعروف هل كان مجرد كلام في كلام أم أن هذا كان له صورة عملية هذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل فابقوا معنا مرحبا بكم من جديد. أمنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها تقول فيما تفخر به على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها. من أين عرفت ذلك؟ فيما روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءني جبريل وفي يده لفافة من حرير. قطعة من حرير من قماش ذكر في الحديث ان لونه ابيض وذكر في الحديث اخر ان لونه اخضر، فلعله تعدد روايات او تعدد كل مره جاء بلون لانه جاء ثلاث مرات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه ما تزوجتك حتى جاءني جبريل بك فقال هذه زوجك فاكشف وجهها فاكشف وجهك فاذا هو انت مره ومرة ومرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن من عند الله يمضه يعني إن يكن من عند الله يمضي يعني لو أراد الله تبارك وتعالى أن يزوجني من عائشة سيكون لو أراد الله تبارك وتعالى أن يفعل هذا الأمر سيمضيه لأنه لا يملك مخلوق أن يرد لله أمرا ولذلك لا تشغل بالك بشيء من الدنيا وانما اد ما عليك ودع مال الله لله فلو قضى الله شيئا لكان لا تذلن نفسك من اجل مال، لا تذل نفسك من اجل مطمع من مطامع الدنيا، لا يذلك احد من عباد الله بشيء ان الذي يدبر الكون هو الله، تريد ان تتزوج امراه او فتاه وتدعو الله تبارك وتعالى ووقفت الدنيا امامك ان يكن من عند الله يمضيه اذا اراد الله ان يمضي هذا الزواج امضاه اردت ان تعين في وظيفه من الوظائف وقالوا لك افعل كذا واد كذا وهذا لا يرضي الله تبارك وتعالى وانت تتحرج ان تفعل شيئا لا يرضي الله ارجع الى ربك وارفع يدك لله ان يكن من عند الله يمضيه الله عز وجل يفعل ما يريد لا تدبر لنفسك امرا فاهل التدبير هلك فوض الامر الينا فنحن اولى بك منك هذا ما قاله العارفون من حوار بينهم وبين رب العالمين تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يريد ان يزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشه لماذا صله من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه وتقديرا من رب العالمين تبارك وتعالى واراده من الله لان السيده عائشه رضوان الله عليها في صغر سنها سيطول عمرها بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تملا الدنيا علما ولذلك قالوا من ماثر امنا عائشه ام المؤمنين رضوان الله عليها انها اعلم نساء الدنيا لو جمعت علم كل نساء الدنيا الى علم امنا عائشه لوجدت امنا عائشه اعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا شطر دينكم عن امكم عائشه تسال النبي صلى الله عليه وسلم وترى النبي يقول عروه بن الزبير ابن اختها السيده اسماء يقول سالت خالتي عائشه فقلت لها ان كان في العلم في الحديث فانت زوج رسول الله واجدك اعلم الناس بالانساب والعربيه فاقول بنت ابي بكر فمن اين لك علم الطب قالت يا عروه ان رسول الله لما مرض واشتد مرضه كان الناس ياتون لزياره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصفون الادويه فافعلها واحفظها واصفها للناس يقول فلما رحلت فاتني علم كبير اتعلمه منها ولذلك قال العلماء اننا اذا عددنا علم النساء الى علم ام المؤمنين عائشه وجدنا ام المؤمنين عائشه اعلم من كل النساء لان كل النساء اللواتي جئنا بعدها تعلمنا اللغه والدين فهم عيال عليها حتى انه في الروايه ان معاويه بن ابي سفيان رضوان الله عليهما لما ذهب لزياره امنا عائشه أم المؤمنين رضوان الله عليها لما خرج من زيارتها يتكئ على خادم عندها قال لها سيدنا معاوية يقول للخادم يقول إن عائشة من أبلغ الناس أو أبلغ الناس حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يبلغ أحد من البلاغة ومن الفصاحة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغت الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها بامر من رب العالمين ياتي جبريل بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذه زوجك ويتحدث الناس عن علمها وعن مكانتها وعن مقامها فهي الصديقه بنت الصديق امنا فاذا جاءوا لوصفها فقالوا كانت بيضاء جميله من اجمل النساء حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه قال إني لأنظر فأرى بياض كف عائشة يلمع في الجنة فيسري عني ما أنا فيه، انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لأمنا عائشة يرى أن الجنة ليس فيها من النعيم ما يوازي أن ينظر إلى كف عائشة بعدما نظر إلى رب العالمين تبارك وتعالى والقيم العليا التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليها هذا يدلنا على عظيم حب الحبيب صلى الله عليه وسلم لامنا عائشه الصديقه بنت الصديق التي كان يدللها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لها ايا عائش وهذا من الدلال يحذف حرف التاء وهذا في العربية يسمى الترخيم، إذا أراد الرجل أن يدلل زوجه أو أن يتبسط معها في الكلام يقول لها يا عائشة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يمدحها، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكر للدنيا كلها أنه يحب عائشة إني رزقت حبها، إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، خذوا شطر دينكم عن امكم عائشه امنا عائشه ام المؤمنين رضوان الله عليها من افقه النساء ان لم تكن افقههم كانت تراجع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المساله فيرجعون الى رايها كان يخفى عليهم الامر فيسالونها فيجدون عندها علما من كل شيء امنا عائشه يسالونها عما خفي من احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول كان وكان وقال وقال وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، اذا فكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ياخذون رايها ويرجعون اليها فيما خفي عليهم من مسائل، كان ياتي احد التابعين او احد السائلين فيسمع الحديث من صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع الى امنا عائشه ليستوثق منها وما زال الحديث موصولا وفي الختام نسال الله تبارك وتعالى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا واحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويفوض الامر اليك فيما لا يعلم، اللهم اجعلنا ممن جعل القران امامه فقاده الى رضاك والجنه، ولا تجعلنا ممن جعل القران وراءه فزخ في قفاه الى النار، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، امين 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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم